اوكي شباب، طبعا الان انا بالجيم، اول ما اخلص تمريني اخلص تمرين بعد يوم متعب. هاي رامي البطل، الواحد بيشوفه بيشجع. ما علينا، مخلص يوم متعب وجاي اتمرن على الجيم. واحد يحكي ايش الله جاب بس انت تروح من شغل تعب لجيم اللي هو اتعب من الشغل، فهذا انا صراحة مش ملاقي له جواب هذا السؤال، لانه صراحة انا بستمتع وانا بتمرن احسن بالنهاية ما تطلع مع اصحابك تتكلم عن هذا الغداء وكلام فاضي وهيك. انا بحكيش اطلعوش مع اصحابك، لكن كثير مهم انك انت تحافظ على نشاطك وصحتك. بالاخير يعني كم حياة راح تعيش، وبالتالي يعني في اسمه مهتم بصحتك. وهاي هذه رسالتي كانت لكل الشباب، والان حاب اعرض لكم التمرين اللي تمرنته. بالتمرين عشان اركز فيه، لما بيكون معي شخص بيصور لي التمرين. فهذه كفايه ان شاء الله، وراكم في فيديو قادم اكثر من رائع، انتظروني ان شاء الله راح اصير انزل بشكل مستمر على القناه. ودمتم في امان الله من سيتي جيم.